السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. انتم كتحضروني؟ ماشي في كوزينتي، راني في كوزينة لوستي، ولكن الصراحة بغيت نجرب عندها هاد الفلفلة اللي دايرة ضجة في اليوتيوب. البنات بغيت نجربها ونوريكم، واش باش نقول لكم واش فعلا تستحق تجربة او لا. وغادي نقول لكم الرأي ديالي بصراحة. غادي ندير معكم اليوم الفلفلة مقلية بالماء. ها البنات بالماء، يعني اللي مازال ما كيعرفش هذه الطريقه هذه، اليوم غنجربوها مع بعضياتنا. انا اول مره غادي نجربها، وغادي غادي نشوف معاكم واش غادي فعلا كما قلت لكم تستحق التجربه او لا. اول حاجه غادي ناخذ الفلفله، غادي نغسلوها عادي كما كتشوفوا الفلفله اللي كنستعملوا دائما. صافي، وغادي ناخذ المقيله وغادي تشوفوا شنو غنديروا. غندوزوا الطريقه المقادير في نفس الوقت. غنحتاج فقط الفلفله، يعني باش غادي نقليوها ان شاء الله في الماء. غادي تشوفوا معايا يعني الطريقه كيفاش غادي نديروا لها ان شاء الله. اول حاجه البنات غادي ناخذ المقله، مقله عادي اللي كنقليو فيها الفلفله. غادي ناخذ هنا نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الزيت، وغندير عليه كاس ونص ديال الماء، كاس ونص ديال الماء، يعني القياس وكاس اللي كتستعملوها ها هو كاس الماء ونص، نص كاس. وصافي، غنديروا فوقها الفلفله عادي، غادي نشعلوا عليها. غنديروا الفلفله تقلى، حاولوا انكم يعني تقللوا البغوطه، قلل البوطه غير باش ما تطر ليكمش. انا غادي نقلل البوطه، غادي نخليها يعني غادي هانتوما كتشوفوا انا شعلت البوطه، غنحاول نقللها لان عارفين الفلفله شويه فاش كنجيو نقليوها كترطق. وصافي، غادي نخليها فوق البوطه كطيب حتى غطيب من هذه الجهه، من الجهه الفوق، ونقلبها ان شاء الله. نعاود نتلاقى معكم فاش طيب من التحت، غادي تشوفوا معايا كيفاش. ها هو البنات، ها هي الفلفله، هي كتقلى في الماء نتوما كتشوفوا. في الاول هي ما دارتليش نهائيا، ما كتفرقع ما حتى شي حاجه، ولكن غادي نشوف واش غتبقى بحال هكذا ولا غادي ترطق. يعني كما قلت لكم انا هذه اول تجربه غادي نجربها معكم، وغادي نقول لكم واش غادي تفرقع ولا لا. غادي المهم غادي نستمر بهذه الطريقه، نخلي غير يغلي وغادي نغطي عليها باش ما يعني ما يطيرش ولا هذا. يعني الوصفه الاصليه يعني اللي شفت في اليوتيوب انه ما كيغطوش عليها في الاول، يعني حتى كيبغيو يقلبوها. انا غادي نشوف، وانا كما قلت لكم بقى نقص البوطه نهائيا غير باش ما ترتقش ولا يعني دير ديك الفقاعات، يعني كيقولوا بانها ما كترتقش نهائيا. ايوا شوفوا البنات، هانتوما كتشوفوا، غادي تشوفوا الكارثه دابا. هنا البنات راني انا والله ما كملتش هنايا الفيديو، راه حتى للتالي راني ديك الساعه دابا هادي راه غير لوستيراديا هي اللي كتكمل عليا الفلفله. طفيتها كاع وخليتها، من بعد تقباتها هي عاد كملت ليها القليان. ما انا راني تحرقت من يدي صراحه، وشويه مصدري ومشنافتي ووجهي. ردوا بالكم البنات، زعما راها هي كتقلى بحال اللي راكم قالينها بالزيت وصحيه، ولكن راها كتفرقع. ردوا بالكم مزيان، ما عرفتش ربما خاصكم تقبوها احسن قبل ما تهذا. ها هي دابا من بعد ما تقلات، يعني خصكم تقلوا البوطه. انا راه كنت مقلل البوطه وهكا كتفرقعت. الله يستر دير لكم شي كارثه، اولا الله يستر تحرقوا. ردوا بالكم، يعني هاد الطريقه هادي راها صعيبه، يعني راكم عارفين الزيت مع الماء كيفاش كيكون التاثير ديالو. الله يستر قبل ما توقع الكارثه اللي وقعت. انا لولا لطف الله يعني واخا تحرقت ما تحرقتش بزاف، يعني درت غير شويه البوماده كانت عند صراحه عطاتني البوماده الحرق لوستي ودرتها. صافي، وبدات كتقليها مسكينه، قلاتها هي هانتوما كتشوفوا علاش بقات كتقليها غير بشويه، كتقلات ليها بقى غير الزيت، ديك نص كاس ديال الزيت هي اللي بقات هنا، ما بقاش داك الماء، داكشي باش ما بقاتش كتطرطق. ها هي البنات، هي كتقلى صراحه زوينه وكتجي زوينه،
وكتجيب حلي راه قالينها بالزيت، وهي فقط بالماء يعني غير بكميه قليله ديال الزيت كما قلت لكم. ولكن ردوا بالكم البنات راها حرقاتني. هذه نصيحه بغيت نعطيها لكم، ربما حتى شي وحده ما عطاتكم هذه النصيحه هذه، ولكن انا جربتها قدامكم ووريتكم، تعمدت انا نعطيكم يعني حتى داك المقطع اللي طرطقات فيه باش تردوا بالكم. الا بغيتوا تقليوها احسن انكم قطعوها يعني فلحوها، وعاد ديك الساعه تقطعوها، عاد ديك الساعه طيبوها باش ما تفرقع عليكمش، لان كتكون يعني تقدر تفرقع عليكم لا قدر الله. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا. النصيحه اللي نبغي نعطيها لكم هو البنات اللي بغيتوا تقليو هذه الفلفله، يعني هي صحيه وكتجي زوينه، ولكن من الاحسن انكم تفلحوها كما قلت لكم، وحطيو راسكم وليداتكم الله يحفظ تمشي توقع لكم هذه الكارثه هذه اللي كانت غادي توقع لولا لطف الله. راني حرقت كما قلت لكم يديا وشنايفي ووجهي شويه وداك الشيء لولا لطف الله. كنتمنى انكم تخليوا لي لايكات على هذا الفيديو هذا، وتخليوا لي تعليقات اللي جربها. ومع